بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاليوم أيها الأحباب في سورة جديدة الكل يحفظها، وهي سورة الانشقاق. وفي صدر كل سورة نشير إلى مسألة المكي والمدني، وهذه المسألة تحتاج إلى دراسة أوعب، وليس كل ما ينبغي أن يكون مدروسا يقال في هذا المقام، لأن هذه مسألة دقيقة. ولكن هذه السورة الإجماع منعقد على مكيتها الإجماع منعقد على مكيتها. وفيها قال ربنا عز وجل: إذا السماء انشقت. السماء معروفة، والسماء من السمو، والسمو بمعنى العلو، وفي اللغة كل ما علاك فأضلك يسمى سماء، كل ما علاك فأضلك يسمى سماء. فالذي يعلو الأرض من كل جانب، بل هي محيطة بالأرض السماء، السماء فوق الأرض، وهي فوق الأرض محيطة بها. وهناك أثر لعبد الله بن عباس أنه جعل يده ثم جعل فوقها كالقبو هكذا، يعني كأن السماء فوق الأرض هكذا. ولا أقصد بالإحاطة أي الإحاطة الكلية من كل جانب، ولكن هي فوق الأرض هكذا. ولذلك في الحديث الذي عند النسائي وغيره أن المسلم إذا أراد أن يهاجر يأتيه الشيطان ويقول له: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ فالأرض ما يمشي عليها، والسماء أي ما عرشه وظلله، ما عرشه وظلله. فسمي التعريش والتضليل بماذا؟ بالسماء، لأن التضليل والتعريش لا يكون إلا لما هو عال. فكل ما علاك فأضلك يسمى سماء. والسماء المقصودة في هذه الآية هي السماء المعهودة المعروفة، السماء المعهودة المعروفة التي فوق الأرض. إذا السماء انشقت، انشق الشيء إذا تصدع وانفلق وتمزق. إذن السماء التي نراها في هذه الصور البهية الزهية الجميلة تقطع أجزاء، تقطع أجزاء، وهذا دليل على التغيرات الكونية التي تكون في هذا اليوم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. هناك معنيان في قوله تعالى وأذنت. المعنى الأول بمعنى السمع، إذا وأذنت لربها أي استمعت لأمر الله عز وجل، وحقت أي حق لها أن تسمع، حق لها أن تسمع. المعنى الثاني وهو لازم المعنى الأول أن أذنت أي أطاعت، وأذنت لربها
أي أطاعت أمر ربها، وحقت أي حق للسماء أن تطيع الله عز وجل. سبحان الله. فإذا كان هذا بالنسبة للسماء حق لها أن تسمع وحق لها أن تطيع، فما بال المسلمين لا يقومون بذلك الأمر؟ حق على المسلمين أن يسمعوا أمر الله، وحق عليهم أن يطيعوا أمر الله، لأنهم المكلفون أصحاب الأمانة. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالسماوات التي حق لها أن تطيع وأن تسمع تنزهت وتركت حمل الأمانة وحملها الإنسان. يبقى طالما الإنسان حمل الأمانة، إذن ينبغي أن يحق له أن يسمع ويحق له أن يطيع. وأصل الإذن بمعنى السمع، ما أذن الله تعالى لشيء إلا ما أذن لصوت نبي يتغنى بالقرآن، والحديث في الصحيحين وعند الإمام أحمد. فما أذن الله في شيء، أي ما سمع الله شيئا أفضل من سماعه نبيا يتغنى بالقرآن. والتغني بالقرآن أي تحسين الصوت عند قراءته، تحسين الصوت عند قراءته، وفي ذلك بيان مشروعية أن يقرأ القرآن بصوت يخالف الصوت العادي. يعني هناك بعض الناس لما يقرأ القرآن يقولوا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، كأنه يقرأ قصة أو رواية أو يقرأ جريدة أو صحيفة، أو أنه يتكلم مع شخص آخر. لا، التغني بالقرآن أي تحسين الصوت عند قراءته. وبعض العلماء قال: التغني بالقرآن أن يقرأ القرآن قراءة حسنة بلسانه، وأن يتحرك قلبه عند هذه القراءة. يبقى الإنسان لا بيتحرك قلبه عند قراءة القرآن، هذا هو المعنى الصحيح للتغني. ليس المقصود أن يقرأ القرآن بالمقامات وأن يقرأه على الطرائق التي يقرأ بها أصحاب الغناء، لا، ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة في لفظه، وأن يتحرك قلبه عند قراءته. وذي المسألة الدقيقة التي ينبغي أن نراعيها. ولهذا ذكر بعض السلف أن التغني بالقرآن أن يقرأ القرآن بتحزن. ليس المقصود بالتحزن إن هو يقرأه كأنه حزين على طول، تحزن يعني، ولكن المقصود التأثر، يقرأ القرآن بتأثر. وبعض الناس: انتظر يا أخي، يعني لو أخرنا يا شاء دقيقتين مش مشكلة، ولو تكلف الإنسان التأثر لكان ذلك قبيحا إذا تكلف. يعني ثم يتكلفش التأثر، لأن حال القلب ليس فيه تكلف. طب لو تكلف، قال الله: وما أنا من المتكلفين. ما أنا من المتكلفين. الإنسان لو قرأه وتعود قراءته بطريقة صحيحة وتأثر به لتحرك القلب عند قراءته من غير تكلف. وده هو الفارق بين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة السلف وقراءة الذين أتوا من بعدهم، لا سيما في الأعصار المتأخرة. صار التحزن بالقرآن تكلفا، وإلى الله تعالى المشتكى. تفضل. وهناك حديث في إسناده كلام
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن بأصوات العرب وألحانها، ولا تقرؤوه بألحان الأعاجم. بعض الناس حاول أن يفسر ألحان الأعاجم بأنها المقامات التي يتدرب عليها المولعون بتجويد أصواتهم، يعني هناك ناس همهم الأكبر عند قراءة القرآن هو تحسين الصوت. في هناك مقامات موسيقية، المقامات دي يتعلمونها تعلما دقيقا، نهاوند وسيكا وبياتي وما إلى ذلك، بيتعلموا المقامات دي ويبدأوا يطبقوا هذه المقامات عند قراءة القرآن. فإلى الله تعالى المشتكى. فإذا كانت السماء تسمع أمر الله وتطيع أمر الله، فما بالك بالإنسان الذي تحمل الأمانة وهو مقصر في هذا التحمل. فنسأل الله تعالى أن يجبر تقصيرنا وأن يأخذ بأيدينا. قوله تعالى: وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت، مدت أي بسطت، فلا تجد عليها أمتا ولا عوجا. يعني حتى لأن المد فيه معنى البسط مع الاستواء، البسط مع الاستواء، زي بالضبط لما يكون فيه هناك يعني قطعة من العجين وانت بتمدها بالايه بالبتاع اللي بتفرد العجين ده، بتجد السطح ماذا؟ مستوي. يبقى بعد المد السطح يكون مستويا. أين الجبال وأين التلال وأين الأشجار وأين ما على وجه الأرض؟ لا تجد شيئا فوقها صعيدا أملسا مستويا. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ألقت ما فيها أي من الموتى، إن الأرض بتلفظ ما فيها من الأموات، يعني من أول ابني آدم اللذين كان لا يعلمان سنة الدفن، وتعلم أحدهما سنة الدفن من مين؟ من الغراب. من الغراب، من أول هذه اللحظة والإنسان يدفن في باطن الأرض. يا ترى كم في الأرض من تريليونيات البشر؟ مش هقول لك مليارات، بالتريليون، بشر كتير جدا. تصورنا لو إن البشر دول لم يتحللوا إلى تراب، يبقى الأرض تعمل إزاي؟ ستغص بالأجداث البالية، كل ما تحط رجلك كده تنزل في عظم وجماجم وأجداث بالية. ولكن من حكمة الله عز وجل إن البدن الغض الطري الندي ده لما يموت بعد فترة يتورم وينفجر، ثم بعد ذلك يتآكل، ثم يصير بعد ذلك ترابا. سبحان الله، ده سنة كونية. نحن الآن نمشي ونأكل وننظر ونتحرك، ولكن غدا سننقلب إلى تراب يوطأ بالأقدام. فقوله تعالى: وألقت ما فيها أي ما في جوفها من الأناسي الذين ماتوا. الناس بقى تطلع من باطن الأرض من أجل البعث، ده البعث، ده النشور، ثم يكون الحساب. وتخلت أي تخلت عنهم، أي تخلت عنهم. وقول آخر: وألقت ما فيها أي من المعادن
والخيرات والكنوز، فإن الأرض تنفضها جميعا فتتخلى عنها. معديش عاوزها خلاص بقى، كأن هذه الأرض كانت موضع الكنوز والخيرات لأهلها، فإذا ما انتهت هذه المهمة فإنها تتخلى عن هذه الأمانات. قيل وألقت ما فيها من خيرات وتخلت على ما فوقها من كائنات، دي كلها أقوال موجودة، وكل هذه الأقوال تدل على أن هناك تغييرات كبيرة تكون في هذه الفترة. والأرض عندما تفعل ذلك، احنا كده في السماء، إن السماء أذنت لربها وإيه وحقت. طب الأرض لما تلقي ما فيها وتتخلى، قال الله وأذنت لربها وحقت، نفس المعنى الذي قلناه في الأول هو المعنى نفسه في الثاني. فانظروا يا عباد الله إلى طاعة وانقياد السماوات والأرض لأمر الله عز وجل. يعني السماوات والأرض تنقاد لأمر الله عز وجل سمعا وطاعة على القولين. فلما كانت السماوات والأرض تنقاد لأمر الله، كان ذلك مقدمة لخطاب الإنسان، لخطاب الإنسان وتذكير الإنسان بالله عز وجل. انظر إلى جمال هذا المطلع وبهاء هذا الاستهلال، كأنه يجهز المستمع إلى ما سيلقى إليه. جاب انقياد السماوات، وبعد كده جاب انقياد الأرض. فلما جاب انقياد السماوات والأرض يبقى الكائنات كلها منقادة لله عز وجل. فلما يكون الكون العلوي والسفلي منقاد لأمر الله، مين الوحيد المتجرئ على ربنا؟ يبقى ربنا عز وجل يصلك وأنت تقطعه، خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد، يرضى منك بالقليل فيشكرك عليه، وأنت لا ترضى منه بالكثير فتكفره به. فهل رأيت سخافة وحمقا أعظم من ذلك؟ ولهذا قال الله يا أيها الإنسان. شو بقى لما نجيب بقى ذكر السماوات والأرض، يبقى قيمة الإنسان إيه بقى؟ يعني لما تذكر السماوات وتذكر الأرض، إيه قيمة الإنسان؟ ربنا بيقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يبقى من الخلق الأكبر والأعظم خلق السماوات وخلق الأرض. فإذا كانت السماوات والأرض تنقاد لأمر الله وهي مخلوقات عظيمة، يبقى من باب أول من الذي ينقاد لأمر الله؟ الإنسان. طب الإنسان ده بينقاد لأمر الله؟ معلش، احنا في حياتنا بننقاد لأمر الله؟ أنا وأنت بننقاد لأمر الله؟ نحن ننقاد لأهوائنا. والله أهوائنا جت تبع أمر ربنا، احنا ماشيين مع أمر ربنا. أهوائنا جت بتخالف أمر ربنا، احنا نخالف أمر ربنا. فهذا هو التذكير لي ولك. وإن كان بعض العلماء قال بأن هذه الآية نزلت في المشركين، لكنها من باب التنبيه تصلح لغيرهم، من باب التنبيه تصلح لغيرهم. يا أيها الإنسان، انظر إلى هذا الخطاب الجميل، يا أيها الإنسان. تصور بقى ربنا بينادي عليك يا إنسان، ماذا يقول الله عز وجل لي ولك من الذين يقصرون في طاعته
ويغفلون عن ذكره وإقامة دينه. يقول الله: إنك يا مكلف. يبقى الإنسان ده اللي هو الإنسان المكلف، المكلف البالغ العاقل الذي تأهل للخطاب، تأهل للخطاب. فلو كان مجنونا أو كان نائما أو كان صغيرا أو كان ناسيا أو كان مكرها، هذه كلها عوارض تقدح في أهلية المكلف. يبقى المكلف بسبب هذه العوارض غير جاهز لتلقي الخطاب. لكن من الذي يتلقى الخطاب ويلتزمه؟ فإذا التزمه ترتبت على هذه الالتزامات الآثار الشرعية، وإذا قصر ترتب على هذا التقصير أيضا الآثار الشرعية. هو الإنسان: إنك أيها الإنسان كادح إلى ربك. ثم قال: كدحا فملاقيه. يا سلام، كادح كدحا، دي بيسموها في اللغة الكدحا، ديت مصدر، والمصدر ده فيه صورة التأكيد، والتأكيد أتى من نفس ألفاظ الفعل، بيسموه إيه؟ مفعول مطلق. إنك كادح إلى ربك كدحا. ما معنى الكدح؟ ما معنى الكدح يا حبيب؟ الكدح له معان عدة، أشهرها معنيان. الأول: إنك كادح أي عامل، فالكدح بمعنى العمل، الكدح بمعنى العمل. ولهذا قال بعض السلف: يا ابن آدم، إنك إن استطعت أن تجعل كدحك في طاعة الله فلتفعل. الإنسان لو استطاع أن يجعل كدحه في طاعة الله فليفعل. إيه المانع؟ الأكل والشرب والنوم والشغل بتاعي، سواء في مصنع أو مشفى أو متجر أو في فصل دراسي أو في أي مكان، ده كله كل الله. وهذا الأمر يستدعي التواضع عند معالجة الأعمال، هذا الأمر يستدعي التواضع. أحد الناس خبرني أن رجلا وفق إلى بعض العلم، فخاطب غيره قائلا: من أنت؟ فأنا معايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا. هذا خطأ، ما علمنا أحدا من أهل العلم نادى على نفسه بالعلم أبدا، لأن مكانة الناس في قلوب الناس لا تطلب، وإنما توهب، وإنما توهب. فالذي ينادي على نفسه بأنه حصل كذا ومعه شهادات كذا وإجازات كذا، هذا مسكين، هذا مسكين، مسكين جدا، هذا مسكين جدا. الإجازات لا تدل على علم أبدا، والدكتوراه والأستاذية في الجامعة لا تدل على علم أبدا. العلم ما أوصلك إلى الله. فربما تجد رجلا بسيطا هو ملء العين لأهل العلم، لأن الرجل ده موصول بربنا. وربما تجد رجلا في التخصصات الشرعية، في كل تخصص معه دكتوراه، دكتوراه في الفقه، ودكتوراه في الأصول، ودكتوراه في علوم القرآن، ومعه دكتوراه في القواعد الفقهية، ومعه دكتوراه في التاريخ الإسلامي،
ومعاه مقطفين ثلاثة إجازات من اللي بياخدوهم الإجازات دي، مقطفين مثلا، ولكنه في الحقيقة لا يملأ عينه إلا رجل بسيط متعلق بالله عز وجل وبحبله. فيا عباد الله، إياكم أن يكون طلب أحدكم للعلم تطلعا لمنزلة، ولكن كلما ازددت طلبا كلما ازددت تواضعا. كان بعض السلف يقول: حق لطالب العلم إذا شهر أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. لا يعني لو واحد لو تعرف ما يعديش هذا السؤال: أنا فلان لما تكلمني كلمني باحترام، شوف أنت بتكلم مين، ده أنا فلان ومعايا كذا وبتاع كذا وعندي مؤلفات كذا لا لا لا، ينبغي إذا عرفت تعمل إيه؟ لابد أن تضع رأسك تواضعا لله متطامنا أي خاضعا. حق عليه أن يضع التراب، تراب على رأسه تواضعا لله. فالذي يحدث من الذين يطلبون العلم هذه الطريقة يقسو بها القلب، وبالتالي هم في الحقيقة أصحاب منافع ومطامع، ليسوا أصحاب مقامات ودرجات، لأن صاحب المقام والدرجة لله تعالى يكون متواضعا. ولهذا في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني قال الصحابي لأخيه: هل أدلك على أول شيء من ذلك يرفع؟ حديث جبير النفير. قال: ما هو؟ قال: الخشوع، حتى لا ترى لله خاشعا. يبقى أول ما يرفع من العلم يرفع إيه؟ الخشوع، حتى لا ترى لله خاشعا. إيه المسألة؟ يعني كان الناس قديما إذا طلب الواحد منهم بابا في الفقه رؤيا أثر ذلك في تعبده وتخشعه وكلامه وصلاته وكل شيء، وتجد الواحد من هؤلاء يطلب العلم بالسنين، وربما نضج في العلم، ولكن تجده والعياذ بالله قلبه كالذئب، يتحين الفرص للانقضاض، ويوهم الناس بمعسول كلامه، فيوقع الناس في شباكه، وهم بذلك سعيدون جذلون، فإلى الله تعالى المشتكى. المهم، المعنى الثاني في كدحا: يا أيها الإنسان إنك كادح، أي راجع صائر إلى ربك كدحا فملاقي. طب لما الإنسان يعلم أنه إلى الله تعالى منقلب يعمل إيه؟ ماذا يصنع؟ يستعد. ولذلك اختلف المفسرون في الضمير في قوله فملاقي، منهم من قال بأن الضمير يعود إلى الإنسان عندما يلقى عمله، فملاقيه أي أيها الإنسان تلقى عملك، أي تلقى صحيفة عملك. وقيل فملاقيه الضمير هنا يعود إلى من؟ إلى الله، أي تلاقي الله عز وجل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه أي كتاب عمله بيمينه، هؤلاء هم أهل اليمين، فسوف، لكن هذا في المستقبل، يحاسب أي يحاسبه الله حسابا يسيرا. الـ
عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا، عندما سمعت هذه الآية قالت: يا رسول الله، كيف يحاسبهم حسابا يسيرا؟ فإن من نوقش الحساب عذب. يبقى هو فسوف يحاسب، يبقى في نقاش، عملت ايه وسويت ايه، يبقى نقاش، يبقى مفترض في نقاش، يروح فين؟ يعذب. فازاي هيعذب هنا ويكون حساب يسير؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك هو العرض، ان ذلك هو العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ان ذلك هو العرض. فدل ذلك على ان الناس جميعا حتى وان سمت مقاماتهم وعظمت اعمالهم فانهم يعرضون، فاذا عرضوا فمنهم من يوفق، وهؤلاء هم اصحاب اليمين. والعرض هذا هو العرض على جهنم، ذلك ان الصراط جسر مضروب بين ظهراني جهنم. جهنم زي البير، بير عميقة عمقها لا يعلمه إلا الله. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا رج المدينة، الناس كلهم انزعجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حجر هوى من شفير جهنم منذ 70 خريفا لم يصل إلى قعرها إلى الآن. لا يعني الخريف ده يا ترى قد إيه؟ قيل الخريف معنى السنة، والسنة عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني ما بين الفوهة بتاعة جهنم وقعر جهنم سنين سنين يا إله العالمين. ما بين طرفي هذه البئر جهنم صراط هو أدق من الشعر وأحد من السيف، يسير عليه الناس جميعا، فالسالمون على درجاتهم ومقاماتهم، نسأل الله تعالى أن يجعل منهم. ثم قال تعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني بعد ما يجتاز يدخل الجنة ينقلب أن يرجع. واختلف المفسرون في قوله إلى أهله، قيل أهله في الدنيا فهم من أكثر الناس فرحا بسلامته، يعني الوالد والإخوات والأبناء والأهل والأولاد دول كلهم لما يكونوا في الجنة وانت تقابلهم في الجنة يسعدون بسلامتك. فلما تراهم في الجنة وهم يروك أيضا في الجنة أنت تسر، فإذا انقلبت إليهم، انقلبت إليهم ماذا؟ فرحا مسرورا. قيل وينقلب إلى أهله، أي إلى زوجاته من الحور العين. لما يدخل الجنة أيوة كبر، ينقلب إلى أهله، إنه بقى لما يدخل الجنة يجد زوجاته من الحور العين فيصر لذلك وينقلب إلى أهله مسرورا. ربنا ينولك يا دكتور أحمد، أنت مش هتنالهم في الدنيا يبقى خلاص خليك في الآخرة بقى. فبمناسبة السرور نسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا سرورا وحياتنا حبورا، فنقف عند هذه الآية، ويكون موعدنا في المرة القادمة مع تمام السورة. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم الشرور ما ظهر منها وما بطن.